إيمانا بأن الفن هو أسهل الطرق للوصول إلى قلوب العالم، تفنن فلسطينيون في نقل معاناة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فنون جلها بطعم الملح. فكرة جاي إنه الواحد بده يعمل إشي، أي إشي، يعني أي إشي بيقدر يعمله في السياق اللي إحنا فيه، في موضوع إضراب الطعام والأسرى وحملة مي وملح. رسالة تضامن مع الأسرى اللي الآن بطلوا بدون مي وملح، كان الهاشتاج مي وملح هو شعار التضامن، الآن فيش مي وملح وهم في أي لحظة معرضين لخطر الموت بسبب السجان الإسرائيلي. ماء وملح هو الغذاء الوحيد الذي يتناوله نحو 130 أسيرا إداريا مضربون عن الطعام منذ أكثر من شهرين، حيث يعتقل الفلسطينيون إداريا لمدد متفاوتة من دون عرضهم على المحاكم الإسرائيلية أو توجيه تهم بحقهم تحت عنوان الملفات السرية التي بحوزة أجهزة المخابرات الإسرائيلية، حيث تقول إسرائيل إن اعتقالهم أفضل من بقائهم خارج السجون لناحية أمن إسرائيل. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فقد تجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 5000 أسير. الفلسطينيون هنا يستنجدون ببياض الملح لفك ظلمة المشهد الذي يختصر هنا على حاجز كولندا الذي يعكس ظلام الاحتلال بكل مكوناته، فمن الجيش إلى المراقبة الإلكترونية إلى الإذلال والجدار. وليس أقل هذه المشاهد أن القدس من هنا من دوار كولندا. خالد القاسم، العربية.